السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف برنامج اسمه شير ات. ده بيشتغل على الاندرويد وعلى الايفون وعلى الويندوز وعلى الموبايل ويندوز وعلى الابل ماكنتوش. تقدر تيجي هنا تحمل الملف اللي انت عايزه، مجرد تدوس عليه بيتحمل على الجهاز بتاعك عادي، وبعد كده تبدأ تشغله. مثلا ده على الويندوز، تمام، وده الموبايل بتاعي. طيب انا عايز اربط بين ده ودوت، تمام. هتيجي هنا تشغل الواي فاي، هتقول له شغل لي الموبايل هوت سبوت، فبيبدا يشتغل. وتيجي هنا على سيتنج وتروح مشغل الموبايل بتاعك، تمام. هتقول له انا عايز اشتغل على نفس الشبكه ديت، تبقى انت كده ربطت بين الاثنين ويشتغل معاك على شريط. طيب ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن اعمل طريقه تانية، اقدر اشغل بيه من غير ما اشغل وايرلس ومن غير كابل ولا حاجه خالص. ان انا هاجي هنا في شير ات واقول له اظهر لي الكود بتاعي، تمام، اللي هو دوت، واروح جاي هنا على على شير ات، تمام، وهاجي هنا على العلامه اللي فوق ديت الراجل دوت، واقول له كونكت البي سي، تمام. ممكن تربط من خلال الويب شير، ممكن تشوف الهيستوري اخر حاجات. انا اقول له كونكت بي سي واقول له سكان تو كونكت، واعمل سكان، تمام، اهو لقط. فاقدر احط اي ملف هنا ويظهر معايا هنا. طيب انا مثلا عايز انقل ملف هنا، اروح جاي على الملف اللي انا عايزه واروح نقله هنا في الشير ات. هيبدا يظهر معايا برضو هنا ان هو اتنقل، في ثواني اتنقل من الكمبيوتر للموبايل. وبتقدر تقول له سند برضو، وتحدد اني ملف انت عايز تنقله وتروح نقله للكمبيوتر، تمام. يعني اي فيديو، اي صور، اي حاجه، وليكن مثلا فيديو، تمام، الفيديو دوت، هتقول له اوكي، هيبدا يتنقل العكسي، يتنقل عند على الكمبيوتر اهوت، فتقدر تشوفه على الكمبيوتر، تمام. ده اسهل حاجه تنقل بيه من على الكمبيوتر للموبايل والعكس.